هذا الفيديو عن البريد ميكر، صانعة الخبز وجميع أنواع العجين والحلويات، وبتعمل كمان لبن وكمان مربى. هالمرة رح أجرب برنامج الكيك، وجبت البيتي كروكر، ثبتت البان بالمشين، وبعديها ضفت خليط البيتي كروكر، ورح أعمل الوصفة المكتوبة على علبة البيتي كروكر اللي هي 3 بيضات، زيت، وكمان مي. بعديها سكرتها وحطيتها بالكهرباء، واخترت رقم 8 اللي هي اللي بتعمل الكيك، وهي لحالها حطت للنظام كم لازم وقت وكيف بدها تمشي المرحلة تبعت صنع الكيك. وهيها هون بلشت خلط، وهلأ بلشت بمرحلة الخبز. زي ما انتوا شايفين السهم الصغير هون خلص الوقت، وفتحتها وطلت البان، وهنا قطعتها بكل سهولة. رجعت قطعتها مرة تانية، شوفوا كيف قوامها، كيف هشة وطرية كتير. وهيك منكون عملنا كيكة كتير زاكية بدون أي مجهود. هون عنا من 1 لـ16 عدد الأشياء اللي منقدر نعملها. هاي الشاشة بتفرجينا إحنا بأي مرحلة وإيش الوزن وكم ضايل وقت. هاي باقي 16، فهاي الماشين كتير منيحة، وبرأيي لازم تكون موجودة بكل بيت. والحلو فيها انه فيها نظام الهوم ميد، هذا النظام رقم 16 بالمنيو. انت بتحدد المراحل اللي تمر فيها العجينة ووقت كل مرحلة زي ما بدك.